السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم متابعينا؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة احنا جايبين لكم ديكور من أجمل وأشيك وأرق الديكورات اللي موجودة في السوق حاليا، ديكور القطيفة يا جماعة. ديكور القطيفة هو من أشيك وأحدث الديكورات، ديكور مرغوب على طول يا جماعة، مرغوب دايما دايما، العميل أو الزبون بيطلبه في كل شغل وفي كل مكان. حاجة محترمة جدا، حاجة رقيقة جدا، حاجة مودرن، حاجه في منتهى الشياكه والبساطه والهدوء والجمال. جبنا لكم القطيفه يا جماعه باللون التركواز. اللون التركواز يا جماعه من اشيك واجمل واهدى وارق واحدث الالوان الموجوده حاليا في السوق. يا رب يعجبكم، ويا رب الفيديو ينول اعجابكم، وانا مش هطول عليكم عشان تشوفوا الفيديو كامل ان شاء الله. ولو الفيديو عجبكم ادعموني بالاعجاب للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد في عالم الديكورات والدهانات الحديثة. مش هطول عليكم واسيبكم تشوفوا الفيديو. بسم الله. البداية يا جماعة بنفرد اكسات بالفرشة وبنكوي بالمالك زي ما حضراتكم شايفين. يا رب يعجبكم واسيبكم مع الفيديو.
وبكده يا جماعة احنا كوينا الجنب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة كمان. لما وصلنا الاداء المطلوب، الاداء المرضي لنا وللعميل. اتمنى ان الشغل يكون نال اعجاب حضراتكم، واتمنى ان تدعمونا عجبك الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.